اوكي سؤال شان بك جوابيه انه سيدي يعني نبي ابراهيم عرب هين هدول نبي نبي الله اسماعيل نبي الله هدو بنو هاشم نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام اني هدو عرب مقدس صح وي هذا الكعبة لكن ما أركن عربته بلا أصل أصل وليه لكن أصل كوضو وإنكريان عربته بركة لبديني بيلا دي دين إيه دي إيه وأنا جا كيما أوكي وأبدنيهين وأبدني يدين إيه دي جي وأصل هان إيران يميلها يوقوقاز كيم دوكي ولك سروشكا وما ذا هان مركة الشيء بي أصل هان كيمادين لكن أيوه ما قرطان ما الشيغان أي قف حتى عرب الدين إيه سجيئة أنا ضد الدين إيه برتيبة أي شيء وحيلا دين مستي إيه وإنه صبح ضاء وير لكن ما الشيغان ويقرش because ايغو دي ان اي ده اي ده وحو اركان انو هوسيه او افريكاني هي اوكي لكن ايغو ما اوغا دي ان اي ده اي افريكان ما هو دي ان اي ده حتى عدان كبرك علم اكو سمينين دي ان اي ده اي ايست افريكان نغا اصلها ان هي ما الاوريج دي ان افريكان كدب لي افرتن كي سنه ودن بي سي اللي بدلي كوس وحي حساب سنه دي ان اي ده اي اني كوكيجيان طاي ام قوقازيين مركا عربت وا كالتشر يعني أذا أقول عربي ده شو كتير هداه ما عربي الواحد الله يهداه أنت شو جيرانشين شو كتير هداه وامل ما يسا وامل ما يسا ووجا عمل وسجوري جيرانش كوحي كوحي خلاص يا حبيبي واهرنا إنترنت يو كوميونيكيشن يو هبل هالكيب وتجي من نوري ما تشرين سؤالها مركز جرتة ودين إيه ده وحوية سيكو بعضي مثلا أنا جا أز حنان أنا ودين إيه ده وإيه أز الصومالي أوكي أنا بوحان قرية كوشتك أما حامي هو حبنا وحامة أوكي قف كجسيرة عربت فرية وديني إيه دي سي إيه أه قبيلة ده هلا قرنا يو أصلاً روح عليه واسمتك وبنو سام سيكون رعضي أدوك ما فهمتين وحلا جه هذلي وح أقولي وحمل كتشرين وح كلانا لبرتوا وح ويا ومدو البدون كتشود ومدو وحش أمم قديمة وقديمة يقول كلويم أمم ذا حديثة هلو صابحي هذا إتوبيان كلو أمم حديثة لو أمم إسم شيء بكتمت أوكي لكن أنا جا هندية تشينيز كغريق رومان أنا جو حناه بيسك بني آدم ك حتى أنا جا أجهره لكل جد لكن أيه ومن زمان بلقرنية حتى وما ذا كدب صوبه حسيت هذا برتقاليس ك سيد هذا فايكينج سيد هذا مثلا إسبانيش سيد هذا أفريكان كقار كود سيد هذا مثلا تركي ذا وأمم عصب عربت كتر حتى قار مرك علمي أهان وإسقجهين وأبتر صدان قارنا وقرشان عرفتوا ملحي كوحي جرتا مركب بضن كوضة تكون مضاها قرشة أصل كوضة بكوز أيوه مروا بوحي كفانان كالرادة مدو ما فهمت يا ماشي لقاعد ليا عربتونا أمتك لكفر عن تيمة جرتو يعني أذيقا سير بيني شيء هدو شعب جرى أما أمت جرى أمتك لدي كفر عمى تقف كان ويا بيسك لكن قف كان هدو قفنا لكفر عمين يا حبيبي بيسك معها that is so that's why أنا كو بيسك بعمها